يقال دائما تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. ومن هذا المنطلق جاءت الرحلة الطلابية للمجيدين بكليات العلوم التطبيقية بالسلطنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تكريمهم على ما بذلوه خلال سنوات دراستهم في الكليات، حيث أن عملية اختيار الطلاب تأتي وفق معيارين رئيسين، هما التحصيل العلمي العالي والمشاركة الفاعلة في مناشط الحرم الأكاديمي، وبذلك يكونوا قد وفقوا بين الجانبين وظفروا بالتكريم. وجاء اختيار الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام لاعتبارها دولة ذات ثقافة ستضيف الشيء الكثير والجديد إلى خبرة الطالب المقبل على التخرج، لا سيما وأن الرحلة تستهدف الطلبة في السنوات الأخيرة، فكم هو جميل أن يتم الجمع بين الخبرة العلمية والحياتية. الوفد ضم 9 أعضاء من كليات العلوم التطبيقية الست والمنتشرة في 6 ولايات عمانية، وهي نزوة وصحار وصور وعبري وصلالة والرستاق. وفور مغادرة الوفد أرض السلطنة، كانت وجهته الأولى مدينة بوسطن الأمريكية، والتي تتمتع بالتاريخ الثقافي والتقدم العلمي، حيث أنها تعتبر من أقدم المدن في أمريكا، وهي أيضا واحدة من المراكز العلمية الكبرى بها، ويعتمد اقتصادها الآن على التعليم العالي والثقافة بدرجة أولى. وزار الوفد الطلابي في هذه المدينة جامعة هارفارد، وهي الجامعة الأقدم في العالم، وتتصدر التصنيف العالمي للجامعات في الوقت الحالي، ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 1636. كما زار الطلبة خلال جولتهم متحف بوسطن للعلوم، والذي يعرض بين جنباته مختلف التجارب العلمية في مجالات العلوم المختلفة. طبعا هذا الجهاز على أساس يثبت أن نحن أجسامنا لها تأثير كهربائي، بس شوفوا احنا شوف. بجانب ذلك تجول الطلبة في أرجاء مدينة بوسطن، وتجولوا بجوار عدد من المعالم بها، مثل كنيسة الشمال التاريخية والتي بنيت عام 1723، وكذلك جامعة العلوم التقنية التي تصنف ضمن الجامعات العشر الأوائل في مجالات العلوم التقنية والتصميم، وكذلك زاروا حديقة بوسطن القديمة. كانت الرحلة جميلة وحسنا بالمتعة، والذي زاد متعتنا هو أخلاق الشعب الأمريكي أكثر من المدن أكثر من مدينة بوسطن وجمالها. أتمنى من الطلاب اللي شاركوا في رحلة أمريكا أن تكون الرحلة إلى أمريكا حافز لهم بالاستمرار على العطاء والتميز، وأنهم هم قد المسؤولية ويستطيعوا تحمل المسؤولية على أكمل وجه. طبعا هذه الرحلة تأتي ضمن الرحلة الطلابية لكليات العلوم التطبيقية، وهي اختيار نخبة الطلاب على مستوى الكليات الست، وتمثل هذه الرحلة بالنسبة لي تقريبا من أفضل المراحل بالنسبة لي في حياتي، لأني اكتسبت فيها المعرفة، بالإضافة إلى أني أنا شفت إلى ثقافة ثانية، ذهبت إلى ثقافة ثانية وتحت مظلة وزارة التعليم العالي وحاملين اسم السلطنة، وفي نفس الوقت يمكن من غير جانب العلمي والمعرفي اللي هو الجانب السياحي وفي ما تتمتع فيه الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد قضاء 3 أيام في بوسطن، تم شد الرحال إلى نيويورك، وهي المدينة الأكبر والأكثر سكاناً من بين الولايات الأمريكية. طبعاً مشاهدينا الكرام، نحن الحين في ساعة مبكرة من صباح هذا اليوم، نحن في مدينة نيوجيرسي، بنتوجه بعد شوية إلى نيويورك. طبعاً نيويورك هي طبعاً تتميز بالجو المعتدل في هذا الوقت من السنة، مثل ما شايفين حتى هنا معنا الجو تقريباً ما بارد ولا نحار، لكن جو معتدل، ونيويورك أيضا تتميز بهذا الجو، بالإضافة إلى نشاطها التجاري البحت.
طبعا نحن رايحين في جولة نتسوق وأيضا نتعرف على بعض المباني المتواجدة في مدينة نيويورك مثل مبنى الأمم المتحدة والمباني السياسية المجاورة. خليكم معنا ونشوف. وتتمتع نيويورك بالنشاط التجاري والاقتصادي المكثف، وهي مدينة يطلق عليها غالبا بأنها المدينة التي لا تنام. وقد زار الوفد في نيويورك العديد من الوجهات مثل تمثال الحرية الذي يعد من أشهر التماثيل على مستوى العالم وجسر بروكلين. طبعا الحين نحن رايحين في رحلة بحرية في نيويورك، راح نمر على عديد من المعالم من أبرزها اللي هو تمثال الحرية. نشوف رحلة البحرية طبعا مع الوفد اللي مستمتع بهذه الرحلة، تابعوا معنا. ويعد تمثال الحرية عملا فنيا نحتيا متقنا قامت فرنسا بإهدائه إلى الولايات المتحدة الأمريكية كهدية تذكارية بمناسبة الذكرى المئوية للثورة الأمريكية. كما زار الوفد بعدها مبنى الإمباير ستيت وهو أعلى برج في الولايات المتحدة الأمريكية، وصعدوا إلى قمته ورأوا مدينة نيويورك بأكملها من على ارتفاع بلغ 1250 قدما، أو بالأحرى من أعلى 100 طابقين يكونون البرج الذي يناطح السحاب. وبعد 3 أيام تم التوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن التي تعتبر المركز السياسي لأمريكا، ويوجد بها العديد من المعالم السياسية والثقافية والعلمية وكذلك الاقتصادية. طبعا مشاهدينا الكرام، نحن دائما نسمع عن يعني اللي هو بدايات الطيران مع الأخوان رايت. طبعا الأخوان رايت بدايتهم في الطيران كانت عن طريق طائرة نقدر نقول أنها يعني بسيطة جدا، تعمل بجهد بشري بالحركة البشرية. هذه هي أول طائرة قام بصناعتها الأخوان رايت. طبعا مثل ما شايفين هي طائرة بسيطة جدا، طبعا أعيد يعني مثل ما تقول بنائها أو تصليحها لأجل عرضها. طبعا نحن في معرض في متحف الفضاء في واشنطن. ومع اقتراب موعد نهاية الرحلة زاد الشوق والحنين للوطن. إنها مشاعر الولاء من هؤلاء الطلبة العمانيين الذين أبوا إلا وأن يمثلوا بلدهم خير تمثيل، كيف لا وهم خيرة طلبة التعليم العالي في عمان. ولا ننسى أيضا تواصل وسائل الإعلام العمانية كتلفزيون سلطنة عمان وإذاعة سلطنة عمان والصحف المحلية والمواقع الإلكترونية في تواصلها مع الوفد ونقل أخبارهم وطمأنة الأهالي أولا بأول. موسى مساء الخير، أو هناك عندكم صباح أدري. طبعا أنا أقول لكم مساء الخير أستاذة رشا. نحن بالفعل مثل ما ذكرتي الحين عندنا تقريبا الساعة 8 الصبح، لكن طبعا وقتكم غالي علينا ونحن نشتاق لوقتكم. أكثر ما عجبني في الرحلة إنها مزيج بين ترفيه، طلعنا رحلات بحرية، مزيج في مثلا الحدائق طبيعية زين، كذلك هي مزيج في أيضا لم ننسى يعني الجانب العلمي، متاحف علمية وغيرها وجامعات، يعني زيارات إلى الجامعات، فهي فرصة يعني لكل طالب حقيقة، وكذلك هي حافز. الاستفادة كبيرة، استفدنا أن يعني اعتمدنا على نفسنا، ونفس الشيء تعلمنا ثقافة مختلفة عن ثقافتنا، تعلمنا أشياء واجد مثل النظام اللي هنا يعني يتميز فيه الشعب الأمريكي، نفس الشيء الاحترام والأخلاق اللي ممكن إلى حد أو إلى حد ما يعني يختلف عن ثقافتنا نحن ومجتمعنا كمجتمع عربي.
طبعا هذه التجربة 9 أيام يمكن تكون من أحسن أيام العمر، تجربة جديدة علينا، انتقلنا من عالم إلى عالم آخر. التجربة ما كانت بسيطة طبعا، واجهنا عدة صعوبات بس تخطيناها بالإرادة وبتكاتف الجميع. طبعا مشاهدينا الكرام كانت هذه رحلتنا في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 9 أيام. رحنا بوسطن ونيويورك وحاليا في واشنطن. بعد شوية راح نرجع إلى مسقط، متوجهين إلى المطار في رحلة طويلة نوعا ما. نتمنى أنكم استمتعتوا معنا في زياراتنا، نتمنى أن التقرير قدم لكم ولو معلومة بسيطة جدا، نتمنى أنكم استمتعتوا بالمشاهد اللي شفتوها مثل ما نحن استمتعنا. أترككم الآن، لكن قبل أترككم أوجه تحية للمصور سيف العبري اللي بذل مجهود كبير في إخراج هذا التقرير بصورة جيدة. نتمنى نشوفكم على خير في مسقط إن شاء الله في سلطنة عمان الحبيبة. كان معكم موسى اللواتي حاليا من أمام البيت الأبيض. مع السلامة.